معناها فينا احنا بقدرة ربي المهمة متاعنا اللي النادي يمنع هذه اول مهمة الساعة. ثاني حاجة الماتش هذا معناها كان بالنسبة لنا ماتش مصيري يلزمنا نربحوه ووفقنا ربي وربحناه، اما ان شاء الله بقدرة ربي وقت اللي تلقانا معناها مرتاحين منتلمو ان شاء الله نوريه الوجه الحقيقي لنادي كرة يد بالجمال اللي هو اكبر من هكا. قبل كانت صعيبة برشا، ما ننساوش نلعبوا ضد النادي الافريقي وراح نجدي على البطولة بطل افريقيا، لكن احنا كلمنا الاولاد وحطيناهم امام مسؤولياتهم باعتبار الوضعية الحرجه اللي مر بها الفريق والانتصار هذه غاب علينا عنده برشا واعتبروها انها مقابلة الموسم. باذن الله نفسانين الاولاد تو باش يتحروا. شكر كبير سأل الجمهور اللي جانا وشجعنا وقعد وقف معنا لاخر لحظة، هذاك اهم مكسب بالنسبة للفريق، وان شاء الله جاي خير وربي يوفقنا باذن الله، وان شاء الله مش نكونوا في مجموعه كاس الجامعه باذن الله. أول حاجة مبروك على جمال وجمالية الكل، الانتصار معناتها ربحوا عن جدارة. بون احنا ما تخلناش الماتش كوم يلفو، تعداو فترة صعيبة في معناتها في الجمعية في ليكيب تاع الهوند، لي جوالات معناتها كلها اون باز وماهيش في فورمة كبيرة خاطر لي نخدموا بريباراسيون قوية شوية الأيامات، ونحنا توا لازم نخموا على رواحنا شوية ومازال لنا بني خيار ومن بعد ندخلوا ماتش ديربي وهو اللي باش يحكم على الشامبيون.